375 ألف جنيه هتكسبهم من الشهادات الجديدة في حالة واحدة بس. ولو لسه محتار ومش عارف تحط فلوسك في الشهادات الجديدة ولا لأ، خليك معانا في الفيديو ده. مع تعويم الجنيه، البنك الأهلي وبنك مصر طرحوا شهادات جديدة بفايدة متناقصة، يعني الفايدة عليها بتقل مع الوقت، وعلشان كده الفايدة في السنة الأولى 30% وفي السنة الثانية 25% وفي السنة الثالثة 20% والعائد دورية سنوية. يعني لو افترضنا إنك هتحط 500,000 جنيه في الشهادة، يبقى هتكسب في السنة الأولى 150,000 جنيه، وفي السنة الثانية 125,000 جنيه، وفي السنة الثالثة 100,000 جنيه، بإجمالي 375,000 جنيه. انت بقى لو هتحط فيها 100,000 جنيه، كده مكسبك هيبقى 30,000 جنيه اول السنة و 25,000 جنيه تاني سنة و 20,000 جنيه تالت سنة، يعني مكسب الثلاث سنوات 75,000 جنيه. ونيجي بقى دلوقتي للسؤال اللي محير الكل، احط فلوسي في الشهادات الجديدة ولا لا؟ بص يا سيدي، إجابة السؤال ده تختلف من شخص للتاني حسب حالة كل واحد. يعني لو انت مستغني عن المبلغ اللي معاك وضامن انك مش محتاجه لمدة سنة او اتنين في المتوسط، يبقى الذهب افضل اختيار لو بتدور على طريقة تحافظ بيها على قيمة فلوسك. انما بقى لو انت محتاج تشغل المبلغ اللي معاك بحيث يوفر لك دخل تعتمد عليه، يبقى الحل في شهادات الادخار. بس خد بالك برضو ان شهادات 30% بتدي العائد في نهاية السنة، وفي طريقة بسيطة كده ده علشان تعرف الشهادة هتكسبك ولا لا، وهي انك تقارن العائد على الشهادة بنسبة التضخم. لو العائد اعلى يبقى الشهادة بتكسب، لو العائد اقل يبقى فلوسك قيمتها بتقل. وده يفسر لك ليه البنوك عملت الشهادات الجديدة بفايدة متناقصة، والسبب التوقعات بانخفاض معدلات التضخم الفترة اللي جاية من بعد صفقة راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، خصوصا ان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قال ان كل الاجراءات اللي بتعملها مصر دلوقتي الهدف منها تقليل معدل التضخم. ومع شهادة 30% في شهادات تانية بتقدم سعر فايدة مرتفع زي شهادة بنك الإمارات دبي بعائد 40.5% مدفوع مقدما بمعدل تراكمي 18% في السنة، والحد الأدنى للشراء 100,000 جنيه ومضاعفات 10,000 جنيه والمدة 3 سنين. يعني كده 100,000 في 3 سنين مكسبها 40,500 جنيه هتاخدهم مقدم. أما بقى بنك التنمية الصناعية فعنده شهادات سمارت بعائد تصاعدي يصل ل 30% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 250,000 جنيه، وبالنسبة للمدة من يوم واحد حتى 300 يوم. والمخالفة هنا إن مفيش مصاريف على الكسر المبكر للشهادة أو غرامات عند استرداد الفلوس قبل ميعادها، لكن في المقابل هتاخد الفايدة على مدة الادخار الفعلية بس. ونفس البنك بيطرح شهادات ادخار اختيارك لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي مدفوع مقدما بنسبة 39%، والعائد بيدخل حساب العميل بداية من تاني يوم عمل بعد شراء الشهادة، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50,000 جنيه، يعني 100,000 في الثلاث سنين مكسبهم 39,000 جنيه، والعميل بياخد الفايدة بالكامل مقدما من غير انتظار دوريات صرف العائد. انت بقى لو معاك قرشين شايف ايه احسن استثمار ليهم في مصر دلوقتي، دهب ولا عقارات ولا شهادات ادخار؟